السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكون بألف خير. النهاردة هننظف مع بعض موتور الخلاط ده. ده موتور خلاط صيني، فما ينفعش أقرب له بأي نقطة مية، يعني ممنوع المية تنظف موتور خلاط من أساسه، فما بالك لما يبقى صيني. هستعمل في تنظيف الموتور الخلاط ده حتة سلك من النوع الناعم، ما تكونش كبيرة، يدوب على قد صوابع ما تمسكها، حتة صغيرة قد كده، صغيرة اهي، وهبدأ أنظف بيها. وأنا بنظف الحتة دي هتبوش في إيدي، فأخد حتة تانية صغننة سلكة برضو وأبدأ أنظف بالراحة بالراحة خالص بالشكل ده. أي نوع من الحاجات العلقة في الخلاط، في موتور الخلاط كده، هتطلع من غير مجهود، رايح جاي كده على الموتور، هيقوم يبيض وينضف تاني وينور معاك من غير لا ميه ولا اي حاجه. بحته السلك الصغيره دي هي هتبدا تتاكل معاكي حته حته كده، وانت بتنضفي تحسي انها بتصغر في ايدك، بتبوش، تقومي مبدلاها اول ما تحسي انها ما بتنضفش المكان معاكي. اهي تلفي فيها كده، تشوفي حته لسه فيها الروح انها تنضف، وتفضلي رايحه جايه على الحته ايا كانت، مهما كانت الوساخه علقه في موتور الخلاط، مهما كانت جامده هتنضف على طول ان شاء الله، ومش هيكون لها اثر، من غير لا ميه ولا صابون ولا اي حاجه، بدل ما تفلت منك نقطه ميه جوه الخلاط كده، جوه الموتور، تبوظ لك الليله كلها. تبص تلاقي نفسك ايه، تقولي يا ريتني ما نضفته احسن. انا فرشه تحتي هنا وانا بنضف حته قماش علشان ايه، اقابل فيها كل الزباله اللي بتنزل، وكل السلك كده بيتاكل وبيعمل حتت صغيره كده بتقع على القماشه، المها بسهوله، واقوم نفضل القماشه في الزباله بتاعتي بكل بساطه، مش عشان انضف الموتور بتاع الخلاط او موسخه الرخامه او الترابيزه اللي انا سند عليها. حاجات بسيطة بس بتسهل الشغل عليا، اخد بالي منها. وانا بنظف اي حاجة بالشكل ده، اقوم فرشة قماشة تحتي، قماشة المطبخ، قماشة مش عايزاه تستقبل عندي، الحاجات اللي بتنزل، حتى البرودة الخفيفة اللي بتنزل من السلكة دي. اهي دي السلكة الكبيرة اللي انا بستعملها، اول ما تبوش السلكة الصغيرة اللي من ايديا اخد حتة تانية صغيرة منها كده على قد صوابعي، وابدأ اكمل تاني اهو بنفس الطريقة لحد ما اخلص الجزء اللي مش نضيفه موتور الخلاط، او اخلص ايه الخلاط كله زي ما احنا شايفينه اهو عادي. يعني كل بيت، كل ست بيت بتمر بظروف، ممكن ايا كانت الظروف، حتى لو ان هي بس متضايقة مش قادرة تقوم تنظف، مش قادرة تقوم تعمل، فممكن حاجتها توصل لان هي تبقى مش نظيفة بالشكل ده. اهو انا خلصت الجزء ده بتاع قاعدة الخلاط اهو، شوفوا نظف ازاي ونور اهو. بنفس الطريقة هاخد سلكة برضو صغيرة بين صوابعي كده، وابدأ انظف بقية الخلاط، ما سيبش حتة، كل الخلاط رجوله، كل الموتور يعني، ورجوله برضو، والزرار والسلك وحتى الفيشة، كله بنظفه بنفس الطريقة. وفي الاخر باخد حتة قماشة اطوق بيها الموتور الخلاط كله.
كده الفيديو بتاعنا النهاردة خلص، خلصته ونظفنا فيه الموتور بتاع الخلاط من غير مية ولا صابون ولا اي حاجة. ما تبخليش علينا باللايك والشير، ولو كنت اول مرة بتشوفينا دوسي زر سبسكرايب وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.